80% هي نسبة تقدم أشغال التهيئة المدنية على مستوى خط مترو الجزائر الرابط بين النعجة وبراقي على أن تختتم أواخر مارس المقبل، بينما ينتظر أن تنطلق أشغال الخط الرابط بين الحراش ومطار هواري بومدين في غضون الشهر الجاري. هذا ما أكده المسؤول الأول عن القطاع لدى وقوفه على مدى تقدم الأشغال. بالنسبة للجزء المتعلق بالتهيئة المدنية لجيني سيفيل، فالترانسون اللي يربط ما بين عين نعجة إلى براقي راه في حوالي 80%، فيه التزام من طرف الشركة المنجزة باش تخرج من الأشغال نهائيا كآخر أجال في مارس 24 إن شاء الله. بالنسبة للشطر اللي يربط ما بين الحراش إلى مطار هواري بومدين، فيه 9000 متر، 9500 متر، 6000 متر انتهت الأشغال بها بنسبة 100%، واليوم أنا متواجدين هنا في هذه المحطة. يبقى حوالي 2300 أو 400 متر إن شاء الله سوف تنطلق الأشغال ابتداء من نهاية هذا الشهر جونفي على أن تنتهي في نوفمبر 2023. فيه خط آخر، خط ثالث يربط ما بين ساحة الشهداء إلى طالب عبد الرحمن ثم إلى تريولي، هذا رايحين ننطلقوا فيه. وزير النقل وخلال الزيارة التفقدية التي أجراها رفقة وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية أكد أن الأولوية في تهيئة المحطات الجديدة لمترو الجزائر ستكون للشركة الجزائرية. بالنسبة لزامي نجمو للتهيئة الخارجية والداخلية سوف تكون واضح فيه، سوف مؤسسات جزائرية هي اللي سوف تقوم بهذه الأشغال. يبقى الشغل شغل ديال القطاع هي المرحلة الثانية من هذا المشروع، ألا وهو النظام لو سيستيم انتيغرال، النظام المدمج. هذا النظام للأسف وأقولها ربما فيه تأخر في انطلاقه، ولكن إن شاء الله سوف هذا الشهر إن شاء الله سوف نتخذ القرار النهائي للانطلاق لهذا النظام. أما الذهاب نحو أنا بيلدوف نحو مناقشة دولية وطنية ودولية، أما الذهاب إلى التراضي مع مؤسسات جزائرية. وفي ختام الزيارة التفقدية وقف الوزيران على الخدمات الرقمية المتاحة على مستوى محطة خروبة البرية كالشبابيك الخدمة الذاتية لاقتناء تذاكر السفر، إضافة لمختلف التطبيقات الحديثة على غرار محطة وSOS دونجي أفراكسيون، والتي من شأنها تسهيل عملية اقتناء التذاكر والتبليغ عن التجاوزات في حال حدوثها.